أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بالعناوين. حالات الطلاق تتصاعد في العراق، الزواج المبكر أبرز الأسباب، هكذا جاء في المذهب. والزمان عنونت البرلمان يتسلم أوراق ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان. ونتصفح في العربي الجديد، إقصاء زباري لا ينهي أزمة رئاسة العراق. القدس العربية عنونت واشنطن وباريس، الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ الأربعاء. وفي عربي 21، روسيا تحول قواتها لمواقع هجومية وسفارات غربية تغادر كييف. وجاء في نيويورك تايمز، هجرة متزايدة للمسلمين الفرنسيين بعيدا عن التخوين والاستبعاد. وفي مجلة أتلانتيك ليز تراس، نقرأ دبلوماسية الغرب تفشل أمام عجرفة الروس. أهلا بكم. في القدس العربي جاء مقال للكاتب مثنى عبد الله، حيث يتساءل في مقاله بصحيفة القدس العربي، هل تستقيم سلطة العمامة مع انتشار المخدرات على الطريقة المكسيكية والكولومبية وغيرها من التجارب المشهورة في عالم جرائم المخدرات؟ أقدم تجار هذه المادة في محافظة ميسان الجنوبية أقدموا على اغتيال القاضي المختص بقضايا المخدرات أحمد فيصل الأسبوع الماضي في وسط مركز المحافظة، وأردوه قتيلا على الفور ب15 رصاصة من سلاح الرشاش، ثم هربوا إلى جهة مجهولة حسب المصادر الرسمية في المحافظة. لم يعد أي شيء يبدو مستغربا في العراق بعد أن اتجهت السياسة في التحول من كونها فعلا اجتماعيا تمارسه نخب حاكمة إلى مجرد وسيلة بيد حفنة من الفاسدين والطائفيين يسخرونها من أجل مصالحهم الشخصية والحزبية، وعليه لم يتوانوا عن الاستثمار في كل شيء من أجل اكتساب القوة المادية، فقد استثمروا في النوادي الليلية وبيوت الدعارة ووفروا لها الغطاء القانوني والحماية، حتى إنها انتشرت بشكل مخيف في أحياء معروفة في العاصمة بغداد، كما ذهبوا للاستثمار في مراكز التجميل والمساج لأغراض غير أخلاقية وبعيدة عن أهدافها، وسهلوا وصول بعض الجنسيات من جنوب شرقي آسيا وأوكرانيا للعمل في هذا المجال جذبا لأصحاب النفوس المريضة. وكان المدماك الرئيس في كل ذلك هو الحصول على سلطة المال، غير آبهين بالأمراض الاجتماعية والصحية والنفسية الخطيرة التي تنتج عن هذه الممارسات، ولأن التوأمة بين السياسة والفساد هي الرابط المقدس الذي يجمع بين أطراف العملية السياسية في العراق، فإنهم لم يدعوا مجالاً آخر دون الولوج إليه والاستثمار فيه، فكانت المخدرات المحطة الأخرى والحقل الأوسع استثماراً واستغلالاً، خاصة في السنوات الأخيرة لاعتبارات كثيرة، منها أولاً أن مصدر التوريد معروف ولديهم فيه علاقات واسعة سياسية وأمنية وتجارية واجتماعية وهو إيران، مما يضمن ورود البضاعة من دون تفتيش وتمحيص وتدقيق. وإذا كان البعض يعتبر هذا الأمر تطورا خطيرا في طبيعة المواجهة بين السلطات القضائية وتجار المخدرات، فالحقيقة ليست كذلك، لأن مآلات الوضع السياسي السيء وطبيعة السلطات السياسية الممسكة بالمشهد تحتم أن تتجه الأمور إلى هذا المنحى وأن تأخذ المجتمع معها إلى هذا المنحدر الكارثي. ونبقى مع الكاتب مثنى عبد الله ومقاله حول المخدرات في العراق، يقول إن تصفية قاض بهذه الطريقة الوحشية في مدينة يحكمها العرف العشائري ويعرف بعضهم بعضا فقط لأنه حاول تنفيذ القانون فقط، يجب أن لا تشكل مفاجأة كبرى على أي أحد، على الرغم من أن الكثيرين استغربوها، فهنالك الكثيرون ممن هم في هذا المسلك
تعرضوا للضغوطات والتهديدات فتجنبوها بطرق مختلفة، كل على هواه كي يحافظوا على سلامتهم. كما اتجهت بعض مراكز التحقيق في جرائم المخدرات إلى تنزيل مستوى جريمة من يلقون القبض عليه كتاجر مثلا أو حائز على مستوى متعاط مثلا، كي تكون عقوبته السجن البسيط عند سوقه إلى المحاكم المختصة. إن الحدود التي تربط العراق بإيران تصل إلى أكثر من 1600 كيلومتر، وتمتد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، مما يوفر مرونة كبيرة في الاختراق والتمويه حسب طبيعة الظرف. ثالثا، دخول الرعايا الإيرانيين بأعداد كبيرة جدا خلال مراسم الزيارات الدينية، ما يوفر غطاء مناسبا لإدخال المخدرات إلى العراق، خاصة أن عمليات تفتيش المسافرين تكاد تنعدم في هذه المناسبات بسبب الأعداد الكبيرة، وكذلك لأن الغرض من الزيارة الدينية فيكون حجة لعدم التفتيش. رابعا، وجود طلب واسع على هذه المادة في دول الجوار العراقي، مما يشجع على إدخالها بكميات كبيرة جدا لغرض التصدير، ولأن التجارة بالمخدرات في كل دول العالم يتطلب وجود والنافذة في السلطة تستطيع توفير غطاء الاستيراد والتسويق والتصدير والتوزيع، ولأن العراق بات دولة تحكمها الميليشيات والعصابات المسلحة التي هي في أمس الحاجة إلى المال لتسليح نفسها وشراء ذمم البعض لتمرير مخططاتها، فإن ازدهار سوق المخدرات بات حتميا في العراق، ولم يعد هذا البلد طريق عبور فقط بل سوقا رائجة بفعل المعادلة الجديدة التي صنعها النظام السياسي الحالي، وهي نشوء طبقة طفيلية حازت الغنى المادي الفاحش بسبب الفساد وسرقة المال العام والابتزاز، وطبقة أخرى تعاني الفقر المدقع الذي يضغط عليها بشكل يومي وقد يقود إلى اهتزاز القيم الاجتماعية لديها. وهنا أصبح الفاسدون الأغنياء مستهلكين للمخدرات بحكم الترف المادي المقبل بلا جهد، وبات الشباب العاطلون عن العمل موزعين ومروجين لها بدافع الفقر المدقع. أيها السيدات والسادة، لقد جردت الميليشيات والطبقة السياسية الفاسدة كذلك كل السلطات من معانيها، وعليه لم يعد أمام المواطن البسيط سوى خيارين لا ثالث لهما، إما أن يستكين وينحني ويضع كل السلطات المخول بها من خلال وظيفته في خدمة هذه الحفنة الضالة القذرة، أو أن يواجه مصيره المحتوم قتلا في وسط الشارع، وبالتالي يصبح المجتمع كله برمته محكوما بمعادلات ما قبل الحضارة والحداثة، لأن القاضي يمسي غير قادر على حماية نفسه وينفذ القانون، فكيف يذهب الناس إليه كي يقرر لهم حقوقهم؟ هذا حال القاضي في العراق، فما بالكم بالمواطن البسيط. جاء في الجاردينا: في ظل العمامة وغياب الدولة، في صحيفة الجاردينا كتب عون القلمشي مقالا حول الخلافات بين الميليشيات والصراع في محافظة ميسان يوم الجمعة الماضي، يقول: عقد وفدات تيار الصدري وحركة عصائب أهل الحق اجتماعا لإيقاف جرائم القتل المتبادلة بين الطرفين في محافظة ميسان، وصدر عن الاجتماع بيان مشترك اكتفى بعدد من الفقرات ذات الطابع العمومي لتجنب الاتهامات الموجهة للطرفين من قبل سكان المحافظة من جهة هذا الأمر، ولتبرئتهما من التجارة بالمخدرات من جهة أخرى، من قبيل ندين ونستنكر جميع جرائم القتل، أو ندعم ونساند القضاء والأجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة. لندع هؤلاء الأشرار وبياناتهم الكاذبة ونطرق باب الحقيقة، وليس الدخول إليها من الشباك كما يفعل الحرامية. ملخص ما حدث باختصار شديد جدا أن ميليشيا مقتدى الصدري وقيس الخزعلي ارتكبت جرائم قتل متبادلة سببها الخلاف حول واردات تجارة المخدرات التي تدر أرباحا تقدر بملايين الدولارات شهريا، وأدت إلى قتل عناصر عديدة من داخل هذه الميليشيات ومن خارجها،
كان من بين أبرزهم القاضي أحمد الساعدي المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وكرار أبو الرغيف أحد قيادي تيار الصدري وعدد من الشرطة في المحافظة ليستمر مسلسل الاغتيالات لعدة أيام. ما حدث ليس منفصلا عن جرائم القتل المستمرة والانفجارات التي تهز مدن العراق وقصباته على مدار السنة، والتي يزداد عددها ومساحتها والأطراف المشاركة فيها قبل إجراء الانتخابات وقبيل تشكيل الحكومة ووقت توزيع المناصب. إن ميليشيات الصدر وصحبه الأشرار لن تتردد لا في التصفيات فيما بينها ولا في التسقيط المتبادل ولا في قتل العراقيين بشكل منظم وفي أي وقت تقتضيه مصالحها الدنيئة، فهذه الميليشيات لم تتشكل إلا لتكون أداة تهديد وبلطجة للسطو على موارد العراق. لكل ميليشيا حصتها، هذه الملفات هي تهريب النفط، العقارات، المنافذ الحدودية، تهريب الأموال، الجمارك، تهريب الذهب، السجون ومراكز الاحتجاز وتجارة الحبوب والمواشي، التهرب من الضرائب، الإتاوات والكوميسيون وتهريب العملة، ملف التقاعد كذلك، المخدرات، ملف الشهداء، التجارة بالأعضاء البشرية، تجارة الأسمدة والمبيدات، تسجيل السيارات، التجارة بالعملة الأجنبية وحتى المحلية. ونواصل مع الكاتب عون القلمشي، حيث يؤكد أن الميليشيات هذه لجأت إلى فتح أبواب أخرى لكسب المال الحرام، فهي تقاتل بعضها البعض على تقاسم المحافظات، فالعمارة منطقة مغلقة للصدريين والأخرى لعصائب أهل الحق والثالثة لمنظمة بدر، أما بغداد العاصمة فمدينة الصدر من حصة مقتدى والكرادة الشرقية من حصة عمار الحكيم. في العراق الذي يئن تحت عمائم القتل، عراق الموالاة والتردي، يعلن الفساد عن نفسه بأوضح صوره، وكلما احتد اتسع معه الصراع والقتال أحيانا بين أقطابه لسرقة أموال البلاد. وما يجعل الصورة قاتمة أن الفساد قد استشرى ليشمل كل مؤسسات الدولة من أعلى سلطة فيها مثل الحكومة ومجلس النواب والقضاء إلى أصغر سلطة مثل الدوائر الحكومية والمديريات العامة وغيرها. وصل الأمر بالفاسدين بالاعتراف علنا بهذا الفساد وعدم الخجل من ممارسته، بل إن بعضا منهم لا يهاب الحديث عن سرقاته وعن الأموال التي جناها من خلال مناصبه، بمن فيهم أعضاء في لجنة النزاهة التي من المفترض فيها كشف ملفات الفساد وتقديمها إلى المحاكم، وبالتالي لا إصلاح في ظل هؤلاء الفاسدين، وإنما الإصلاح هو الذي يتم على يد ثوار تشرين الذين يعدون العدة لليوم الموعود لكنس هؤلاء الأشرار دفعة واحدة على الرغم من العقبات الكثيرة التي تعترض طريقهم. هذه هي الحقيقة التي لا تقبل الشك أو التأويل. لو حدث مثل هذا الفساد أو أقل منه بكثير في أي بلد مهما بلغت حكومته من صلافة واستهتار لحزمت حقائبها وولت الأدبار، إما خوفا من العقاب ومصادرة الأموال المسروقة، وإما هربا من عقاب الناس. لكن ما يحدث عكس ذلك تماما، حيث لجأت الكتل والأحزاب الطائفية المتهمة الأولى بالفساد والتي هي عماد الحكومة والبرلمان إلى استخدام الهجوم خير وسيلة للدفاع. تقوم كل ميليشيا باتهام الأخرى بارتكاب المجازر وسرقة المال العام. ولم تسلم من هذه المنافذ التي تدر الأموال عبور السيارات الخاصة والتجارية من محافظة إلى أخرى، فالتاجر الذي ينقل بضاعة من البصرة مثلا إلى بغداد يمر بعدد من الحواجز يدفع فيها مبلغا معينا من المال تحدده السيطرة التابعة لهذه الميليشيا، فلكل سيطرة قيمة مالية تحددها هي، بل حتى الجراجات المخصصة لوقوف السيارات فقد جرى تقاسمها بين الميليشيات. تحت عنوان الهروب الهادئ للمسلمين من فرنسا، نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عده نور ميتسو
أونينشي وعايديا عالمي أكد فيه أن الحديث في الحملات الرئاسية الفرنسية هو عن الهجرة والإسلام، لكن الهجرة المتزايدة للمسلمين الفرنسيين تؤشر على أزمة عميقة. وقبل الانتخابات الرئاسية في شهر نيسان أبريل، فإن المنافسين الثلاثة لإيمانويل ماكرو والذين يشكلون نسبة 50% من أصوات الناخبين حسب بعض الاستطلاعات يخوضون الحملات الانتخابية ببرامج معادية للمهاجرين، وأن البلد يواجه تهديدا حضاريا من الغزاة غير الأوروبيين. وتعد قضية الهجرة على رأس أولويات المرشحين، مع أن نسبة المهاجرين القادمين إلى فرنسا هي أقل من جاراتها الأوروبية. ولكن المشكلة التي لم تناقش أبدا هي الهجرة من فرنسا التي خسرت ولسنوات عدة المتعلمين المهنيين الباحثين عن ديناميات كبرى وفرصا في أماكن أخرى من العالم. ومن بين هؤلاء نسبة كبيرة من المسلمين الذين يقولون إن التمييز ضدهم هو العامل الأقوى حسب أبحاث أكاديمية فرنسية. وشعر هؤلاء المسلمون بأنه لا مفر لهم إلا المغادرة بسبب السقف الزجاجي من التحيز والمخاوف على أمنهم وشعورهم بعدم الانتماء. ويؤكد التقرير أن الساسة ولا حتى الإعلام اهتموا بهجرة الأدمغة بسبب فشل فرنسا في توفير طريق للتقدم لهم، وبخاصة أبناء المهاجرين الذين لو أحسنت فرنسا استخدامهم لقدموا قصة نجاح عن الأقليات. لم ينتبه الباحثون لظاهرة هجرة المسلمين الفرنسيين، وإن لم ينتبهوا مثلا إلى هذه الهجرة إلا حديثا، حيث أخذوا شكلون صورة عمن هاجر من المسلمين، بما في ذلك برنامج هجرة المسلمين الذي يديره برنامج متخصص وباحثون في جامعة ليل ومركز أبحاثها العلمية، وهنالك باحثون كذلك في جامعة ليج ويكيولوفن ببلجيكا وجامعة أمستردام في هولندا، يعملون كلهم على برامج لدراسة أشكال هجرة المسلمين من فرنسا وبلجيكا. انتقدت مجلة أتلانتيك ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية التي وصفتها بخفيفة الوزن بعد ذهابها لموسكو لإخبار نظيرها سيرجي لافروف أنه لا ينبغي لبلاده أن تغزو أوكرانيا، والتي تسرب لاحقا أنها خلطت بعض المناطق الروسية مع المناطق الأوكرانية لإضافة المزيد من الإهانة والسخرية. يستخدم لافروف مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العدوان والسخرية أدوات لإظهار ازدرائه لمحاوره ولتصوير المفاوضات على أنها عديمة الجدوى حتى قبل أن تبدأ، لإثارة الرعب وعدم المبالاة. الهدف هو وضع الدبلوماسيين الآخرين في موقف دفاعي أو جعلهم يستسلمون في حالة من الاشمئزاز. لكن حقيقة أن لافروف غير محترم وبغيض ليس جديدة، وكذلك حقيقة أن بوتين يلقي محاضرات على القادة الأجانب لساعات وساعات حول مظالمه الشخصية والسياسية. لقد فعل ذلك في المرة الأولى التي التقى فيها الرئيس باراك أوباما منذ أكثر من عقد. لقد فعل الشيء نفسه بالضبط الأسبوع الماضي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو. كان ينبغي أن تعرف ترأس كل هذا بدلا من تقديم لغة فارغة حول القواعد والقيم. وفي الواقع عند التحدث إلى الجيل الجديد من المستبدين سواء في روسيا أو الصين أو فنزويلا أم إيران، فإننا نتعامل الآن مع شيء مختلف تماما. أشخاص لا يهتمون بالمعاهدات والوثائق، أشخاص يحترمون القوة الصارمة فقط. روسيا تنتهك مذكرة بودابست الموقع عام 94 و900 ألف، والتي تضمن الأمن الأوكراني. هل سمعت بوتين يتحدث عن ذلك من قبل؟ بالطبع لا. وقالت المجلة في تقريرها إن لافروف شبه اللقاء بحوار الطرشان، وأضافت لقد فعل هذا مرات عديدة من قبل. لقد كان بغيضا أمام رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل العام الماضي، وكان كريها في المؤتمرات الدولية ووقحا مع الصحفيين.
وفي خبرنا اليوم، وقفت آلاف الممرضات في سيدني أكبر مدن أستراليا الثلاثاء عن العمل احتجاجا على النقص الحاد في أعداد العاملين الصحيين والضغوط المرتبطة بوباء كوفيد 19. وفي تحدي لقرار قضائي يحظر الإضراب، وضعت آلاف العاملات في هذا القطاع الأقنعة الواقية وسرن في تظاهرة نحو مقر برلمان الولاية لرفع الصوت عاليا ضد ظروف عمل يقولون أنها لا تطاق. ورددت الممرضات هتافات تعرب عن غضبهن من النقص الحاد المستمر في أسرة المستشفيات والمعدات الطبية، إضافة إلى الخسائر الكبيرة الناجمة عن هذه الأزمة الصحية التي طالت كما قالن إنه رفعت بعضهن أمدها. لافتات رفعنا كتب عليها عبارة شكرا لا تدفع الإيجار، ووجهن انتقاداتهن إلى القادة السياسيين الذين يتهمونهم بتجاهل محنتهن. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.